استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير هذا اليوم البروفيسور فيتالي نعومكين رئيس معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية بمناسبة زيارته للبلاد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. أيها الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يرقي سعادة البروفيسور فيتالي نعومكين رئيس مجلس أمناء معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية كلمة أمام جلالتكم. عيسى آل خليفة ملك البحرين الموقع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنظر إلى الدور البارز الذي قام به جلالتكم في مجال حوار الحضارات والتعايش السلمي بين الأديان منذ تولي جلالتكم الحكم في مملكة البحرين عام 1999 وحتى اليوم، إن قيام جلالتكم تأسيس مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وتدشين كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة سايف بينزا الإيطالية هما خطوتان مهمتان من أجل نشر ثقافة التسامح وتعزيز مبدأ التعايش والحوار، والتي تعتبر ركيزة أساسية للمجتمعات لمحاربة كل أنواع العنف والتطرف والتمييز والكراهية، ونشر رسالة السلام التي ينبغي أن تكون أساساً للعلاقات الدولية وعنصراً هاماً للحد من الحروب والصراعات في جميع بقاع العالم. وفي مجال العلاقات بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية في مجال الثقافة والعلوم والتكنولوجيا، وفي هذا المجال بالذات يثمن معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية تقديراً عالياً السياسة التي تقودها جلالتكم في تعزيز وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، العلاقات المبنية على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين. ومن أجل هذه المبادرات والإنجازات، فقد قرر المجلس العلمي ومجلس الأمناء لمعهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية منح جلالتكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وسام إغناطيوس كراشكوفسكي، وهما من المؤسس الأكبر لعلم الاستعراب في روسيا، ويعتبر هذا الوسام أعلى تقدير من قبل مؤسستنا الأكاديمية العريقة التي تأسست عام 1818 للدور البارز لجلالتكم في نشر قيم السلام والوسطية والاعتدال في العالم، ولدوركم الكبير في تعزيز علاقات التعاون بين الدول
والشعوب في كل العالم. والسلام عليكم ورحمة الله. بعد ذلك منح رئيس المعهد جلالة الملك المفدى وسام أغناطيوس كراتشوفسكي من معهد الدراسات الشرقية، وذلك تقديرا لدور جلالته الرائد في نشر قيم السلام والوسطية والاعتدال في العالم وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دول وشعوب العالم. وقد رحب العاهل المفدى بالبروفيسور فيتالي نعومكين معربا عن شكره وتقديره على منح جلالته وسام أغناطيوس كراتشوفسكي، ونوه جلالته بالمكانة التي يحظى بها معهد الدراسات الشرقية باعتباره أحد أهم المؤسسات البحثية العالمية، ومشيدا بالإنجازات التي حققها منذ تأسيسه في مختلف المجالات السياسية والعلمية والحضارية والثقافية. وأكد جلالة الملك المفدى يده الله الحرص على أهمية الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان وتعزيز التواصل والسلام بين شعوب العالم، كما أكد جلالته على عمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية وما وصلت إليه أو وصل إليه التعاون المشترك من مستوى متقدم على كافة المستويات، لا سيما في مجال التبادل الثقافي والبحث العلمي، والتي تشهد تطورا مستمرا وحرصا على تعزيز استمرارها نحو الأفضل. وأشاد جلالته بدور فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجهوده الطيبة في ترسيخ علاقات البلدين التاريخية، متمنيا لروسيا قيادة وشعبا تحقيق المزيد من التقدم والتطور والرقي.